بتكلم عن ايه؟ عندي يا باشمهندسين كنا قسمنا زمان في شابتر التوب ليفل، عندي قسمنا الانستراكشن سايكل، قسمناها لحاجتين، قلنا الانستراكشن بتاعي هيبقى فيه خطوتين تو ستيب، ان انا اعمل فيتش واعمل اكسكيوت. ما اعتقدش ابدا ان في واحد قاعد الوقت دوت متاخر كده ومضيع وقت مذاكره عملي او فاينل عشان يقعد يتكلم مع زميله، ما اعتقدش ابدا ان انت جاي عشان كده. ماشي؟ فركزوا معايا يا شباب عشان اقول لكم كل اللي انا عايز اقوله. يبقى عندي يا شباب في خطوه للفيتش وخطوه للاكسكيوت. لقينا يا باشمهندسين ان انا خطوات الفيتش اللي عندي كل الناس اللي قاعده مفترض ان هي عارفاها ان انا بعمل ايه؟ والله باخد من البي سي المحتوى بتاعه انقله للام اي ار. بعدين اخد من الميموري المكان في الذاكره اللي عنوانه موجود في الام اي ار واروح اوديه في الام بي ار عشان هي دي الجيت بتاعه الادرس والجيت بتاعه الداتا اللي بتنقل لي ما بين البروسيسور او السي بي يو وما بين المين ميموري بتاعتي او الكاش ميموري لو حطينا كاش ده كده. ماشي؟ طيب بعد كده باخد من الام بي ار واروح موديه للاي ار، وفي النهايه بعمل انكريمنت للبروجرام كاونتر بمقدار واحد او اتنين او ثلاثة حسب السايز بتاع الوورد جوه الميموري، هل يتناسب مع السايز بتاع الوورد جوه البروسيسور ولا لا. فلو كان البروسيسور الوورد بتاعته 32 بت والميموري الوورد بتاعتها ب 32 بت فيبقى هانكريمنت باي 1. طب لو الوورد بتاعت الميموري ب 16 بت والوورد بتاعت البروسيسور ب 32 بت فايه اللي هيحصل؟ يبقى كل مرة هنقل 2 وورد في الترانسفير الواحد، ويبقى كده محتاج اعرف هو انت بتخزن في الميموري بيج انديان ولا ليتل انديان عشان نبقى عارفين انت هتحط الموست سيجنيفيكانت ولا ليست سيجنيفيكانت. هتكلم على ده كله ما تقلقوش. تمام؟ ماشي. يبقى في الحاله ديت هانكريمنت باي 2، يبقى مقدار الزياده انا بعملها بناء على النسبه ما بين حجم الوورد جوه الميموري وحجم الريجستر بتاع الداتا او الانستراكشن جوه السي بي يو. تمام؟ ماشي. فهنا احنا باي ديفولت، ودايما طالما الدكتور ما قالش ان في اختلاف ما بينهم فانا يبقى انا هعمل ايه؟ دايما بزود بواحد. تمام؟ ماشي. بزود ببي سي. لقينا عندي هنا ان انا بعمل كام سايكل؟ لقينا ان انا عندي بعمل 4 سايكل، فيبقى عندي يا باشمهندسين البروسيسور بتاعي هيشتغل ب4 سايكل، لو انا بقول الكلوك سايكل بتاعتي هي دي، ده كده ماشي؟ يبقى البروسيسور علشان يعمل لي حركه عمليه الفيتش محتاج ادي 1 2 3 4. طب لو قلت لك ان انا وانا بعمل فيتش لامر الحالي اكون بعمل اكسكيوت للامر اللي قبله، ليه؟ عشان يحصل تداخل او بايب لايننج. بمعنى لو انا يا باشمهندسين قلت عندي مصنع، المصنع ده بيصنع كرسي، الاحسن ان انا اقول لك الكرسي دوت اقص اجيب واحد يعمل لي كل حاجه في الكرسي. يعني ايه يعمل لي كل حاجه في الكرسي؟ يعني هو اللي يقطع الخشب وهو اللي يحط الغيره وهو اللي يركب الكرسي وهو اللي يدق المسامير، كده معدل انتاجه هيبقى اعلى. ولا اقول لك اجيب 5 اشخاص، شخص يبقى مسؤول ان هو يقطع الخشب، شخص مسؤول ان هو يلزق الغيره، شخص مسؤول ان هو يركب الكرسي، شخص مسؤول ان هو يدق المسامير. من المؤكد لو قلت جبت هنا 5 اشخاص كل شخص يعمل كل حاجه في الكرسي من A to Z، وجبت هنا 5 اشخاص يعني نفس العدد، يعني نفس الكومبوننت، نفس الاورجنايزيشن، بس خليت الاركتكتشر مختلف، قلت لدولت ان هم كل واحد مسؤول ان هو يطلع الكرسي من A to Z، وقلت دولت لا كل واحد مسؤول عن حته صغيره، تتوقعوا مين اللي هيبقى اسرع؟ هي مصانعنا كلها شغاله ازاي؟ شغاله بفلو كنترول. ده كان ماشي. ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي كل واحد مسؤول عن حته، بنعمل عربيه كل واحد مسؤول عن حته. ليه؟ عشان يظهر مفهوم حاجه اسمها البايب لايننج، ان انا عندي ممكن وانت بتعمل خشب الكرسي اللي عليه الدور يكون اللي بعدك بيعمل اكسكيوشن، يعني بيركب الخشب بتاع الكرسي الحالي، صح ولا لا؟ يبقى هو ده اللي احنا هنعمله. سيب بقى الكرسي وارجع البروسيسور، ايه المنتج اللي انا بتطلعه منه؟ اكسكيوشن للانستراكشن. يبقى ارجع للمنتج اللي احنا بنطلعه من الكمبيوتر. عندك بدل ما اقول ان السايكل بتاعتي هتبقى فيتش واكسكيوت للامر رقم 1، بعدين فيتش واكسكيوت للامر رقم 2 ويفضل كده، هعمل ايه؟ اقول لك لا، انا هخلي الفيتش والاكسكيوت بتاع الامر الاولاني، واجي في الامر اللي بعده اخلي فيتش واكسكيوت للامر الثاني، وكده مفيش اي تعارض لان الفيتش ملوش علاقه بالاكسكيوت. فتخيل لو هنفذ بس 3 اوامر زي ما انا راسم كده، اوكي ماشي، هل في لحظه من اللحظات فيها 2 سايكل زي بعض، يعني 2 اكسكيوت او 2 فيتش؟ لا. اوكي ماشي. يبقى كده مفيش تعارض في الهاردوير ومفيش مشكله على البروسيسور ولا الميموري.
الاكسكيوشن بيتم في الايه اللي هو الكنترول يونت، والفيتش بيتم مع الميموري والسي بي يو والريجسترز. ده كان ماشي، فمفيش تعارض في الهاردوير. فعندي ساعتها يعمل حاجه اسمها امر اسمه نو اوبريشن، خدتوه في الانستراكشن سيت، ان انا ما بعملش حاجه، هتوقف شويه عبال ما يخلص فيتش بنرجع ننفذ تاني. فانا وقفت شويه سايكل، بس بدل ما كان ده، لو افترضنا ان انا عندي الفيتش والاكسكيوشن، ده فرضيه نظريه الرياليتي وما بتحصلش في الرياليتي، ان انا اقول لك انت قلت ان الفيتش بياخد كام سايكل؟ 4. لو افترضت ان كل الاكسكيوشن بياخد 4، وده مش صحيح، اوكي ماشي، بس لو افترضت كده، يبقى الامر الواحد بياخد كام سايكل؟ 8 8 8. عشان تنفذ 3 اوامر هتاخد 24 سايكل. طب هنا عشان تنفذ نفس الثلاث اوامر هتاخد كام سايكل؟ ادي 4 و4 و4 و4، يعني 4 في 4 ب 16. انت وفرت 8 سايكل في 3 اوامر بس. طب لو الامر، لو البرنامج بتاعك بينفذ 500 امر، شوف هتوفر قد ايه؟ يعني تقريبا وفرت الربع. ده كده ماشي؟ او اكتر من ده، التلت. انا وفرت التلت يا باشمهندسين، تلت عدد السايكل في 3 اوامر بس. فعندك يا باشمهندس البايب لايننج، هو جهاز الكمبيوتر بينفذ الاوامر بالطريقه دي. فنرجع تاني بقى للبايب لايننج، مشكلته ايه؟ ان انت بتقول لي، بتدعي ان الاكسكيوشن هياخد زي الفيتش، والكلام ده مش صحيح. ليه؟ لو انا باكسكيوت امر 3 اوبراند انستراكشن، عبال ما تجيب الاوبراند بس لسه ما نفذتش حاجه، هتعدي الاربع سايكل. صح ولا لا؟ لكن ماشي. طب لو عندك امر بالمنظر ده، اد وان دايركت بقى، ايه اللي هيحصل؟ ياخد عدد سايكل كبيره جدا، يخش الميموري مره عشان يجيب العنوان الاولاني، يخش الميموري كمان مره يجيب البوينتر المؤشر بتاع العنوان الثاني، البوينتر مؤشر العنوان اللي بعده، البوينتر مؤشر العنوان اللي بعده الفاليو. يبقى هيخش الميموري حوالي 6 مرات، كل 6 ب 2 سايكل. ليه؟ عشان سايكل عشان اجهز الام ار، وسايكل عشان اجهز الام بي ار، الخطوتين دولت. فيبقى عندي من المؤكد ان دولت مش قد بعض. طب عايز اقربهم من بعض، ما ينفعش يبقى في مسافات وفي اوامر تانية زي امر هالت او امر نيجيت. نيجيت ده بياخد كام سايكل؟ سايكل واحد. هات الاي سي اضربه في سالب واحد ورجع الناتج في اي سي، سايكل واحد. ده بياخد كام سايكل؟ واحد. انت اقفل الجهاز، افصل باور. ده كده ماشي. فما يبقى عندك ايه؟ يبقى في اوامر في الاكسكيوشن بتاخد عدد سايكل قليله جدا، وفي اوامر في الاكسكيوشن بتاخد عدد سايكل كبيره جدا. فمش منطقي ان انا اقول لك ان يحصل بايب لايننج كده، ده كده موضوع عاجز. ليه؟ قال لك لازم تعدل في الانستراكشن سايكل، ما ينفعش تسميها كده. فبدا يدخل، قال لك في مشكله كبيره ظاهره جدا، ان الاندايركت بيعمل لي مصيبه، صح ولا لا؟ قال لك خلاص افصل الاندايركت، يعني جهز الاوبرنت قبل ما تعمل خطوه الاكسكيوشن. فظهر لي حاجه اسمها ايه يا باشمهندسين؟ ظهر لي حاجه اسمها الاندايركت سايكل. يبقى الاندايركت سايكل او الاندايركت ستيب اتعملت ليه؟ علشان اقدر اوحد كل ستيب من دولت تاخد عدد سايكل ثابته او قريبه من الفيتش، فاقدر اعمل حركه البايب لاين. ده كده ماشي؟ دي الفكره. ده كده ماشي؟ طيب قال لك هو كل ما يحصل انتربت، الانتربت يقدر يقطع امر؟ لا، امال بيقطع ايه؟ برنامج. لكن لو في عندي امر، لازم الامر يكمل بعدين ابدا انفذ الهاندلنج للانتربت، الخطوات السته اللي قلنا عليهم. والهاندلنج للانتربت اول خطوتين فيهم ان انا بعمل ايه؟ بريزيوم الكرنت انستراكشن، بكمل الامر حالي، بعدين اسيف الكونتكست. وفي روايه اخرى ممكن في بعض الاجهزه خاصه اللي بتبقى الميموري بتاعتها صغيره، بسيف البي سي بس. ده كده ماشي؟ طيب بتسيف البي سي، بعد كده بتعمل ايه؟ بتلود في البي سي عنوان اول امر في الانتربت سيرفيس روتين عشان تبدا تنفذه، صح ولا لا؟ وبعد كده الانتربت سيرفيس روتين بتنفذ باجراء زي اجراء اي امر عادي. فقال لك الخطوات دي، بدل ما اقول ان هي جزء من خطوات الاكسكيوشن، او ديت جزء من الفيتش بتاع الامر بتاع الانتربت سيرفيس روتين، فيبقى عندي كده وقت طويل عايز احطها في مكان. فقال لك ايه؟ هو الانتربت انت عارف مكانه؟ لا. طب عارف هيحصل امتى؟ انا متاكد ان انتربت مش هبص عليه ولا انفذه الا لما اخلص الامر. قال لك خلاص، يبقى استحدث لي خطوه كمان. ها؟
هنسميها خطوة الانتربت. ويبقى أنا عندي كده يا شباب السايكل الحقيقية بتاعت جهاز الكمبيوتر، أربعة سايكل، مش زي ما أنتم درستوها في شابتر ثلاثة. إحنا خدناها فيتش وإكسكيوت، لكن هي في الحقيقة فيتش اندايركت إكسكيوت انتربت. لكن ماشي؟ عايزين نعرف بقى هل الكلام ده فعلا هيخلي لك ان عدد السايكل ثابت؟ وانت ليه عايز عدد السايكل ثابت؟ ما انا شرحت القصه، مع ان ده مش عليكم يا ناس بتوع حاسبات. قوم حاسبات مش عليكم البايب لاين، اتصالات عليكم، لكن ماشي؟ اتصالات انتوا بتاخدوا منهج محترم، لكن ماشي؟ هنخلي المنهج محترم لحاسبات الترم الثاني ان شاء الله، من المؤكد انا هديكم خلاص، لكن ماشي؟ طيب، عندي يا شباب دي ميزه وعيب. ميزه ان انت تفهم اورجانيزيشن، عيب ان انت تاخد منهج كبير. هبهوأ لك المنهج. الترم الثاني هتلاقي منهج كبير جدا بس هتفهم اورجانيزيشن. ماشي؟ طيب تعال شويه يا شباب. عايزين ترجعوا في كلامكم مستعد. مفيش مشكله. تمام؟ طيب ركزوا معايا يا شباب. عايز اعرف بقى السايكل بتاعتي يا باشمهندسين. طب السايكل السايكل انت بتعملها على بناء على ايه؟ يعني ده كده انت جمعت واحد خدت من البي سي وجمعت واحد ورجعته تاني في البي سي، هو البي سي ده ساحر؟ احنا خدنا في اللوجيك كلام منطقي ان عندي ريجستر، الريجستر دوت يعمل له ريد يعمل له رايت. فاكرين مساله الباسز وعندي تو ديفايسز وانقل ما بينهم؟ ينفع ديفايس اعمل له ريد ورايت في نفس الوقت؟ طب ما انا انت عامل هنا ريد ورايت في نفس الوقت. ما هو هاخد من البي سي واجمع واحد وارجع في البي سي، يعني بتعمل له ريد وبتعمل له رايت. فكده الكلام ده ناقص. فانا عايز اشوف حل، فهعمل ايه؟ قال لك مبدئيا قول لي ازاي اصلا بتنقل من ريجستر لريجستر. انا عايز اكون ازاي اعمل عمليه النقل ده من ده لده. الناس تلم اللي بتوع اتصالات خلصتوا دوت، لموا لي بقى الكويز ده هاتهولي. اعمال السنه بتاعتكم كامله هتظهر يوم الجمعه ان شاء الله. خلاص يا شباب وانا عملته في الاول، وانا عملته في الاول وعارف ان الناس ممكن تغش كل حاجه انا مش فارق معايا. عملته في الاول علشان يا باشمهندسين اللي مش عايز يحضر السكشن، في ناس قالوا لي انا عايز احضر الكويز وخلاص، اللي عايز يعمل الكويز وخلاص يتفضل عادي، انا مش حابس حد. ماشي؟ طيب ركزوا معايا يا شباب. ده انا بحاول اديكوا درجه وخلاص على اي حاجه نظبط الدنيا. ماشي؟ طيب ركزوا معايا يا شباب. لو عايز اوصل من ريجستر لريجستر كنا خدناها في اللوجيك، بفكركم بيها. لو انت عندك دي فليف لوب وعايز توصل دي فليف لوب بدي فليف لوب تاني، هو الدي فليف لوب ده ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ هو ده الوان بت، ده بت. لكن ماشي، لو عايز توصل من ده لده بحيث تتحكم ده ينقل لدوت او ما ينقلوش، هتعمل ايه؟ يبقى هعمل 3 ستيت بافر بالظبط كده، واعمل 3 ستيت بافر تاني. فيبقى انا عندي كده ايه؟ لو انت والله وكلهم سنكرونس، فكل اللي احنا بندرسه جوه البروسيسور هو سنكرونس ست ماشين، كل ريجستر شغاله بكلوك واحد. انت بتشتري جهاز الكمبيوتر بتاعك بيقول لك الجهاز بتاعك 3 جيجا هرتز فريكوانسي، يبقى ده معناها ايه؟ ان كل حاجه شغاله جوه الجهاز الفريكوانسي بتاعتها 3 جيجا هرتز، ده بيساوي ثلث نانو سكند. لكن ماشي، هو ده معناها. طب ده وصل على مين؟ على اي حاجه في الجهاز. لكن ماشي، الاي ال يو والسمو ده وكل الريجستر والميموري واي كومبوننت جوه الجهاز. لكن ماشي، شغال بالكلوك ديت. طيب فانا عندي دلوقتي يا باشمهندسين لو عايز تنقل بت واحده بس بتعملها كده. طب احنا خدنا ريجستر، لو عندي 4 بت ريجستر ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في عندي 4 فليف لوب، فيبقى عندي 4 انيبل لل 3 ستيت بافر. دولت اللي حدد لك لو مثلا ده الاي ار وده الام بي ار مثلا، يبقى ده لو انت عايز تطلع من الاي ار، اي ار اوت، وفي نفس الوقت هيبقى مين؟ ام بي ار ان، صح ولا لا؟ يبقى لو عايز تطلع من الاي ار هتعمل ده، لو عايز تدخل ام بي ار هتعمل ده، ونفس الكلام في الجهه العكسيه. هيبقى في 4 هرسمهم للتبسيط كده واقول ان دولت 4 بت، لكن ماشي، ويبقى ده هيبقى اسمه الام بي ار ان والاي ار، سوري
الاي ار ان والام بي ار اوت. ايه عيب الكلام دوت؟ وكان معمول كده في البدايه في الثمانينات. ايه عيب الكلام دوت؟ ان جهاز الكمبيوتر هيبقى قد الاوضه اللي احنا فيها. ليه؟ المذر بورد بتاعته هتبقى كبيره جدا، لانك هو انت عايز تنقل من الاي ار للام بي ار بس، ولا عايز كونكشن ما بين الاي ار وكل السي بي يو ريجستر؟ ونفس الكلام بالعكس للام بي ار، فهتعوز كميه 3 ستيت بافر رهيبه، وبالتالي هتعوز كميه دواير او تراكات نحاس كبيره. فلو خليت البورد صغيره هيحصل حث متبادل، حث متبادل هيولد حراره قنبله نوويه. البورد اول ما تحط الفيش هتنفجر وتقول الله عليك يا استاذ بقى، ده كان ماشي هتنفجر حرفيا، ده كان ماشي. فلازم اخلي المساحه هي كبيره جدا، ده انا لازم احط كولر، حاجه تبرد البروسيسور جواه، تكييف بقى ولا اي حاجه. عشان كده الاجهزه زمان اللي هو الجيل الاول والثاني كانت الاجهزه قد الاوضه، عشان عاملينه بالطريقه دي. طب الحل ايه؟ قال لك هو انت هنا انت محتاج تنقل ما بين كل ريجستر والريجستر الثاني، ولا محتاج واحد بس؟ انا محتاج اطلع بس من البي سي وادخل الام اي ار، هنا محتاج واحد بس، هنا محتاج واحد بس. قال لك طب ما تخليك ذكي، ما تشتغل بفكره الكور. يعني ايه كور؟ يعني اعمل لي باص داخلي. فانت لما اقول لك كور اي 3 يعني عندي اربعه من ده، كور اي 5 يعني عندي من اربعه اللي هرسمه على السبوره دلوقتي، كور اي 5 يعني عندي سته، كور اي 7 يعني عندي ثمانيه. ما هم دايما منقصين واحد للانترفيسز، اللي هو في عندي كور خاص بس بالنقل عشان يظبط لك الانترفيس اللي هي الاوبريتنج سيستم. كان ماشي؟ طيب فانا عندي يا شباب ايه الكور ده بقى؟ ان انا بحط باص اسمه اللوكال باص. فاللوكال باص اللي انت خدته في شابتر الكاش اللي هو رابط ما بين الكاش والسي بي يو وكنت رسمه بره غلط، هو اون تشيب، هو جوه السي بي يو. ايه ده يا باشمهندس؟ يعني الكاش جوه التشيب بتاعت السي بي يو؟ ايوه، الكاش جوه التشيب بتاعت السي بي يو. والنو رايت الوكيت والرايت الوكيت اللي انتوا لغايه دلوقتي مش فاهمينها هتفهموها بمنتهى العبط والسهوله دلوقتي. تمام ماشي؟ فعندي يا باشمهندسين المنهج كله شابتر، وما ينفعش اقول لك ده تقول لي يا باشمهندس ايه اللي دخل شابتر الكشف اللي انت بتقوله؟ المنهج كله حاجه واحده. تمام ماشي؟ احنا مقسمينه شباتر بس عشان ادي لك معلومات قليله، لكن المنهج في الواقع حاجه واحده. لما ابقى دكتور محدش حاول تنجح السنه دي. لو بقيت دكتور هجيب الامتحان مساله واحده. ما ينفعش يجي الا مساله واحده، اقول لك ديزاين كمبيوتر وادي لك مواصفاته وعيش. اوكي ماشي؟ طيب يعني النتيجه يا صفر يا واحد، يا ساقط يا ناجح. اوكي ماشي؟ طيب تعالوا شويه يا شباب، فانا هشرح لك كويس جدا بس انا مفتري. اوكي ماشي؟ ما توقعش تحت ايدي. فتعالوا شويه يا شباب، عندي يا باشمهندسين اللوكال باص هعمل فيه ايه؟ هوصل عليه كل السي بي يو ريجستر، فيبقى عندي فيه الاي ار. الاي ار دوت ممكن تاخد منه وتديله ولا لا؟ اه ممكن اطلع اي ار اوت واعمل اي ار ان، لسه قايلينها صح ولا لا؟ فيبقى انا محتاج يبقى عندي فيه 3 ستيت بافر اطلع منه و 3 ستيت بافر ادخله. قال لك للتسهيل، مجرد تسهيل مش اكتر، مش ان احنا بنشوه 3 ستيت بافر حاجه، هرسمه بشكل دايره كده عشان يبقى دي علبه جواها كام 3 ستيت بافر مش واحد. امال جواها كام؟ حسب عدد البيتس بتاعت الاي ار، حسب عدد الفليب فلوب اللي جوه الاي ار. ايه؟ بيبعت له الساعات الاوبرنت، لو انا عايز الاي ار جواه الاوبرنت فاليو في الادريسنج مود، فانا محتاج اديله الاوبرنت عشان الام بي ار يدي لي الاي ال يو. ماشي؟ في بعض اللحظات، ماشي؟ مش دايما، ماشي؟ طيب، فانا عندي كده ايه؟ يبقى انا عندي يا باشمهندسين هاخد من الاي ار او ادي للاي ار. يبقى عندي ده مجموع كوليكشن من الثري ستيت بافر، ودي كوليكشن من الثري ستيت بافر، عددهم يساوي عدد مين؟ يساوي عدد يا باشمهندسين البيتس جوه الاي ار. بنفس الفكره بقى هوصلهم كلهم، يبقى انا عندي ايه؟ هروح اوصل الام بي ار، واروح موصل الام اي ار، واروح موصل الاي سي، ووصل كمان الـ ALU. ده كان ماشي؟ وقال لك للتسهيل الـ ALU دايما بتحتاج تو اوبرد، معظم الاوبريشن بتاعتها باستثناء النيجيت واستثناء النوت بحتاج تو اوبرد.
add, subtract, multiply, xor, and, not, shift, اي حاجه من دي محتاج معاملين. لكن ماشي، فقال لك خلاص هخلي فيه ريجستر اسمه y وريجستر اسمه زد. مش شايفين شباب؟ كل الناس تنزل تقعد، هتشوفوا كلكم، كل الناس ما حدش يقعد فوق كده. طيب ده بلطجي ما بقدرش عليه، معلش ده كان ماشي، فما ليش دعوه بيه، انا مش شايفه اصلا. ده كان ماشي. طيب عندي يا شباب ايه، عشان اخش معاه في جدال مش هشرح السكشن اصلا كده، فاهم؟ طيب عندي يا باشمهندسين ايه، كل ريجستر عندي بقى مفروض ان انا اخد منه او اديله. الواي دوت بعتبره دايما الاوبراند اللي عندي الاولاني، ده بعتبره الاوبراند الثاني، بيجيب من الباص. اكمل ماشي. طيب الناتج دايما بيروح في زد، وممكن في الامتحان يقول لك ايه، انا شغال سنجل اوبراند انستراكشن، وبالتالي ما فيش واي وزد، هيبقى مين؟ اي سي. الفيرست اوبراند هيبقى الاي سي، والريزلت هتروح للاي سي سلك من برك، يعني هكتب هنا اي سي وده مش هيبقى موجود، الناتج هيروح مباشره واصل هنا. لك يا ماشي. طيب عندي والله لو بالطريقه ديت، لا يبقى احط اي سي واعتقد كده شباب الرسمه، اعتقد ان هي بقت واضحه مفهومه، صح ولا لا؟ عارفين الدوائر ديت عباره عن ايه؟ عباره عن 3 ستيت بافرز. الام ار في عندي امر محتاج اخد من الام ار حاجه؟ دوروا كده في جميع الانستراكشن سيت، بجميع الاركتكتشر، بجميع الاكسكيوشن اوبريشن، مش هتلاقي على الاطلاق محتاج في امر واحد بس ان انت تاخد من الام ار. دايما انا بديله. ليه؟ لان دايما ده بيشيل عنوان، فانا عايز اديله عنوان يروح يدور عليه في الذاكره. فده مش محتاج اعمل 3 ستيت بافر اخد منه حاجه، فبيبقى في دايركشن ان انا اديله بس. نفس فكره الواي، الواي دوت انا ما باخدش منه، بديله بس. اوكي ماشي. نفس فكره الزد، الزد ده انا مش بديله، انا باخد منه الناتج بس. اوكي ماشي. طيب هيبقى خدنا في شابتر ان انا عندي ايه، طبعا في اهم ريجستر عندي اللي هو مين؟ البي سي. اوكي ماشي. البي سي دوت ممكن اديله او اخد منه. اديله امتى يا شباب؟ لو عندي انتربت لا 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 مش لو زودت عليه واحد، لو عندي انتربت وعايز احط عنوان اول امر في انترستر سيرفيس روتين فيه، لو عندي فور او اف او برانش وعايز اغير مسار البرنامج، فيبقى في خطوه الاكسكيوشن احط في البي سي. امال عندي يا باشمهندسين العمليه دي بتتم ازاي؟ العمليه دي لو عملتها بالباص فانت هتاخد فيها 2 سايكل، ومش بعيد بالباص ده هتاخد 3 سايكل، تنقل البي سي في الواي، بعدين تجمع الواي على واحد وتحطه في زد، بقى انت تاخد من الزد تودي في البي سي. انت عامل السيستم ده عشان تسرع ولا تبطئ؟ فقال لك يبقى مش هعمل كده. امال هعمل ايه؟ خدنا دايره حقيره في اللوجيك، لو البي سي 8 بت يبقى خدنا مين؟ خدنا 8 بت كالي لوكيد ادر، لو البي سي كان 12 بت يبقى 12 بت كالي لوكيد ادر. خدنا السي ال اي صح ولا لا؟ فبيروح جايب سي ال اي حقير ملوش لازمه، الاوبراند الثاني بتاعه دايما بواحد لو كان الميموري وورد قد السي بي يو ريجستر. طب لو الميموري وورد والسي بي يو ريجستر في فرق ما بينهم، يقسم ده على ده، الرقم اللي يطلع هو ده الاوبراند اللي هو حاطه الثاني، يبقى بيزود واحد او اثنين او اربعه او ايا كان بقى الفرق ما بين السي بي يو ريجستر والوورد ريجستر او الميموري وورد ريجستر. ده كان ماشي. طيب يبقى عندي كده ايه، ده بيزوده ويرجع ثاني. ايه الحركه اللي انا عملتها ده، ايه فايدتها كده؟ بقى دي اقدر اسميها بي سي بلس بلس، ودي كده هل بتستخدم نفس الهاردوير؟ ملهاش علاقه بالباص خالص. فدي ميزه كمان. ده انت عملت ايه؟ انت مش بس خليتهم اربعه زي ما هم، ده انت وفرت. هو انا بعد ما اخد اللي في البي سي محتاج القيمه اللي في القديمه في البي سي تاني؟ يبقى تقدر تعمل الخطوه دي في نفس الخطوه ديت او في نفس الخطوه دي عادي. ليه؟ مفيش داتا ديبندنسي، انا مش محتاج محتوى البي سي في حاجه خلاص. ده كان ماشي، وبالتالي انت وفرت سايكل. طب ده لوحده كده بسميه ايه؟ بسميه مايكرو اوبريشن.
طب الخطوة كلها بقى لما يبقى فيها أكتر من مايكرو أوبريشن بيسميها إيه؟ مايكرو إنستراكشن. أسامي دي مهمة تيجي في الـ MCQ للدفعتين، لكن ماشي؟ يبقى عندي المايكرو أوبريشن هي العملية السنجل ترانسفير أوبريشن ما بين ريجستر لريجستر أو أرثماتيك أوبريشن. أمال المايكرو إنستراكشن إيه؟ هي مايكرو أوبريشن أو أكتر، بس اللي تقدر تتم في سايكل واحدة. فاهمين الفرق ولا لأ؟ فده كده مايكرو اوبريشن ومايكرو انستراكشن، ده كده اتنين مايكرو اوبريشن وسنجل مايكرو انستراكشن، ده كده مايكرو اوبريشن ومايكرو انستراكشن. فعندي المايكرو اوبريشن هي جزء من المايكرو انستراكشن، لكن العكس غير صحيح. فكده ماشي؟ وبالتالي يبقى انا قدرت اوفر بالحركه اللي انا عملتها ديت، زودت هاردوير عبيط خالص ملوش تمن، قدرت اوفر سايكل من السايكل بتوع مين؟ بتوع الفيتش. والسايكل اللي انت وفرتها دي ما تحتقرش السايكل اللي انت وفرتها ديت. ليه؟ لان السايكل دي هتتنفذ وفرتها في جميع الاوامر، لان الفيتش ده بيتم في كل الاوامر. فلو عندك برنامج مكون من مليون انستراكشن فانت وفرت مليون سايكل، فانت وفرت رقم كبير جدا. ما تبصش ان هي سايكل واحده في امر، ده الاوامر كلها فيها فيتش، صح ولا لا؟ طب ماشي. طيب عند الاندايركت بقى انا عايز اعمل ايه؟ بس قبل ما تنقل للاندايركت عايزين نعمل، هو انت لو عندك انتربت مش احنا عايزين نسيف البي سي في الستاك؟ يعني نعمل بوش اوبريشن، صح ولا لا؟ وبالتالي يبقى انا محتاج ريجستر اضافي اسمه الستاك بوينتر اس بي. لازمته ايه دوت؟ بحط فيه عنوان اول مكان اقدر اتعامل معاه على انه بدايه الستاك. لكن ماشي؟ طيب بتقف على مكان مليان ولا فاضي؟ في اجهزه كده وفي اجهزه كده. وفي الامتحان هو حر، الدكتور بيتفق على كونسبت محدد. عندنا في اتصالات الدكتور شغال على مكان مليان، وفي حاسبات اي ثينك ان هو نفس الكلام لانه نفس السلايد، شغال على مكان مليان. لكن ماشي؟ يبقى انا عندي الاستاك بتاعتي زي ما قلت لكم في تجربه المعمل اللي بتوع حاسبات، ونفس الكلام اتصالات انا شرحته في سيكشن خاص بيه. لكن ماشي؟ ان انا عندي الاستاك بتتملي بالعكس. ليه بالعكس؟ علشان يبقى الاستاك شايفه مساحه الميموري كلها. لكن ماشي؟ فاقدر ان انا ايه؟ اقدر املى الاستاك لغايه لما الميموري تخلص. وعلشان يبقى الميموري اللي هي بتنقل الداتا نفسها شايفه برضو المساحه كلها، فتقدر تخزن لغايه لما الميموري تخلص. لكن لو عملت ان هو جروث اب، ان هو بيشغل بنفس اتجاه الميموري، يبقى انت كده هتستقطع حته من الميموري سواء مستخدم الاستاك ولا لا، هتقطعها تقول دي خاصه بالاستاك، الميموري ما تقدرش توصل لها. فانت كده بتضيع مساحه من الميموري. لكن ماشي؟ طيب انا عندي دلوقتي اتفضل، عايز تسال؟ بتعكس ايه؟ لا. ليه بقى؟ لان الميموري بتتملي بهاردوير مش بانستراكشن. هو انا عندي في ريجستر هنا اسمه الميموري ادرس؟ في الناس فاهمه السؤال زميلها؟ بيقول لك يا باشمهندس ينفع الستاك تبقى فوق والميموري تحت؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان الميموري العناوين بتاعتها بتترجم بديكودر زي ما خدتوه بالظبط في اللوجيك. باخد العنوان من الام اي ار، لسه هرسم لك حته هنا، واروح مدخله على ديكودر. هو الديكودر لو كاتب له هنا 000 هيعمل ايه؟ هيطلع لك واحد على اول مكان ولا اخر مكان؟ اول مكان. هيطلع الديكودر واحد على الانيبل بتاع اول مكان والباقي كله صفار. يبقى كده انا بحدد عنوان الميموري بهاردوير. طب بتعمل كده ليه؟ اسرع. بدل ما اقول لك هو ده فيه كام فخش شوفه بسيكوينشال سيركت هو الرقم دوت كام، وابدا حدد المكان فين، فده هيضيع وقت. انا مش عايز اضيع وقت الميموري. ليه؟ الميموري اصلا مشلوله، سرعتها بتبقى 10 اضعاف السي بي يو. ابطئها كمان بسيكوينشال سيركت يبقى فيها كلوك؟ لا، انا شغال بكومبيناشنال بهاردوير سريع جدا، بيعتمد بس على البروبوجيشن ديلي، زمن التاخير في الديكودر. فلما زمن التاخير في الديكودر صغير فعلى طول هيعرف المكان مباشره. فبمجرد ما العنوان يتحط هنا الميموري على طول بعدها بتعرف هو فين المكان. اخر جزء في شابتر التوب ليفل، شابتر 3، في شوية رسومات كده انتوا مش فاهمينها. صح ولا لا؟ شوية حاجات غريبة كده في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، إيه ده؟ مش فاهمين. أنت كده ماشي؟ اشرحه لكم بعد ما أخلص الكلام ده، تلاقي كلام عبيط جدا ما فيهوش حاجة. أنت كده ماشي؟ طيب. خليني بس أشرح بنظام عشان ما حدش يتلخبط. اتفضل. ما أنا بقول لك أهو، لو يا باشمهندسين كده كل الناس اللي قاعده فهمت ليه لازم الستاك تتملي هي اللي من تحت. لان عنوان الستاك بجيبه من الستاك بوينتر، لكن عنوان الميموري بجيبه من الهاردوير.
فالهاردوير شغال دايما من فوق لتحت، لكن ماشي عشان هو شغال بديكودر، فما فيش حاجه اسمها ميموري بوينتر او ميموري الستاك بوينتر. فالستاك بوينتر ده انا ممكن اديله عنوان وممكن اخد منه عنوان، والستاك بوينتر دوت انت ممكن وانت بتعمل بوش، مش هو بيتملي بالعكس، واحنا قلنا ان هو بيشاور على مكان مليان، صح ولا لا؟ طيب لو الستاك في البدايه فاضيه وانا بقول لك ان هو بيشاور على مكان مليان، فايه اللي بيحصل؟ هو حر في المساله برضو يجيبها زي ما هو عايز، بس هو لو ما قالش انت بتعتبر ان انا عندك يا باشمهندس هنا في حرف دايما اسمه نل، وكان اول اخر سوري اخر مكان في الذاكره كانت بي اكسس، ما بقدرش اوصل له، المكان ده دايما محطوط فيه نل اللي هو سلاش زيرو وما بقدرش اوصل له. طب لو هو قال لك لا ينفع تخزن في اخر مكان، يبقى لما اقول لك لو الستاك بوينتر بيشاور على مكان مليان والستاك في البدايه خالص كلها فاضيه فولي امبتي بما فيهم اخر مكان، يبقى كده الستاك بوينتر بيشاور على اول مكان في الذاكره، لانك انت بتعتبر الستاك في الحاله ديت ان هي ايه، او سوري بتعتبر الميموري ان هي ايه، دوناتس حلقه كده، لكن ماشي عندك والله اخر مكان في الستاك هو ده. طب لو اصلا هي في البدايه فاضيه يبقى هينزل يشاور على مكان مليان اللي هو مين، اللي عنوانه 00. فاهمين انا بقول ايه ولا لا؟ الرسمه دي موضحاها صح ولا لا؟ لكن ماشي هو دايما بيشاور على مكان مليان، فلو الستاك انيشيالي امبتي يبقى هيبقى مشاور على المكان اللي عنوانه 00. طب بتقول لي يا باشمهندس ما احنا لو عايز احصل على العنوان اللي هشتغل عليه دلوقتي انا بعمل ايه؟ انت في الواقع بتاخد العنوان اللي واقف عليه الستاك بوينتر علشان تقدر تعمل بوش. لو هو بيشاور على مكان مليان، خلينا نكتب الاول عنوان سهل نقول ده 100. لو عايز اقول لك ده مكان مليان وعايز اخزن فيه هتعمل ايه اول خطوه؟ اول خطوه في البوش شرحت لكم ولا لا؟ هنقص من الستاك بوينتر واحد مش هزود، جروث داون عكس الميموري، عكس اللي في مخك، اقلب تفكيرك ماشي؟ يبقى هنقص الستاك بوينتر بواحد، يبقى هينقص من ده واحد فيبقى مشاور على كام؟ 99 ويبدا يخزن، صح ولا لا؟ طب هنا لو انت بتقول لي انيشيالي امبتي فانا واقف في اول مكان في الميموري واقف عند 00، طب ما تنقص من 001، 0 ناقص 0 هيدينا ايه؟ ما ينفعش استلف اللي جنبي، ما ينفعش استلف اللي جنبي، ما ينفعش يحصل حاله بورو، البورو فلاج، هاخد من ده واحد، هاخد من واحد مش موجود واحد، الواحد ده لما يجي هنا يبقى باتنين، يبقى اخد منه واحد ويتفضل واحد يجي هنا باتنين، اخد منه واحد ويتفضل واحد يجي هنا باتنين، 2 ناقص 1 يدينا كام؟ 1، 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 0 1، ده مين ده؟ ده عنوان اخر مكان فعلا. يبقى هيطلع فوق هنا. زي ما احنا عايزين. مش مثلا انا ما خدتش طريقة الاستلاف دي ولا اعرفها، انت كده ماشي؟ عندي 0 0 0 ناقص 1. بنعمل ايه عشان تطرح؟ بغير إشارة الرقم الثاني، صح ولا لا؟ واعمل عمليه جمع، لكن ماشي؟ فعندك هو يبقى 0 0 0 زائد بعد اول خانه واحد اقلب الصفر واحد والواحد صفر، 1 1 1. فاهمينها ديت ولا لا؟ لكن ماشي؟ يبقى عندي كده ايه؟ فعلا العنوان اللي عنوانه 0 0 0 لو طرحت منه واحد هيطلع لاخر مكان في الذاكره. يبقى هو الحقيقه بنتعامل لوجيكالي مش فيزيكالي، هو فيزيكالي كده، هاردوير كده. لكن بالعناوين المنطقية بتعامل مع الميموري على انها دونتس كده. اوكي ماشي؟ طيب خلاص فهمنا جزئية الستاك دي. عايزين بقى يا باشمهندسين نعرف، يبقى بقف على مكان مليان يبقى لازم تطرح الأول، لو بتعمل بوش، لو بتعمل بوب يبقى تجمع في الآخر. تعمل بوب تجمع في الآخر. اوكي ماشي؟ لأن أنا بقف على مكان مليان فهتعمل بوب يبقى تقرا المكان المليان، بعد كده تتحرك لتحت. اوكي ماشي؟ طيب عندي يا شباب عايز اعرف بقى تكمله الهاردوير بتاعي، مش احنا قلنا في عندي حاجه اسمها السي بي يو ريجستر، صح ولا لا؟ يبقى لازم هيبقى في عندي مجموعه من السي بي يو ريجستر، قول مثلا ار نوت، ار 1، ار 2، ار 3 وهكذا. بيتوصلوا ازاي؟ هل هم بيتوصلوا بالثري ستيت بافر برضو؟ لا، دولت بيبقوا كومباينيشن موجودين مع بعض، فبيتوصلوا بايه؟ بمالتيبلكسر، ودي مالتيبلكسر. لو انت عايز تاخد منهم يبقى انت عايز تاخد من كل دول تخليهم بس 2، واللي يسرع على 2 يسرع على 100، صح ولا لا؟ ماشي؟ يبقى عندي يا باشمهندسين لو دولت 2 هتستخدم مالتيبلكسر
2 تو 1 ويبقى ليه سيلكتور هنا هو ده الانيبل. لو حطيت عليه 0 يبقى انت بتقرا من ار نوت، لو حطيت عليه 1 يبقى انت بتقرا من ار 1. طب عايز اخزن فيهم، اخزن فيهم ازاي؟ بدي مالتيبلكسر. يبقى 2 تو 1 دي مالتيبلكسر، بحيث ان انت عندك 1 هيروح مطلع لك طريقين. لو حطيت هنا 0 يبقى هيخزن في ار، هياخد يكتب في ار نوت. حطيت 1 يبقى هيكتب في ار 1. فاهمين ديت ولا لا؟ ده كان ماشي، ويبقى هي الدايره بتاعتي كده. طب ايه فايده استخدام المالتيبلكسر؟ وفرت في عدد الانيبل. بدل ما اقول لك طالع لي هنا 2 انيبل لار نوت، 1 للان 1 للاوت، و2 انيبل للار 1، 1 للان 1 للاوت، عملت 2 انيبل بس. لو ده 0 يبقى هيقرا من ار نوت، لو 1 هيقرا من ار 1. وعشان كده في الاوبرن بنخزن الريجستر نمبر، انا مش محتاج اعرف الا رقم الريجستر، لان رقم الريجستر في الواقع دوت انا هاخده زي ما هو بعميانه احطه هنا، يروح محدد لي انت هتقرا ولا تكتب في مين. فاهمين ديت ولا لا؟ ده كده ماشي. طيب عندي يا شباب خلاص انا عرفت بتعامل ازاي مع الريجستر نمبر، ولو عدد دولت زاد لغايه ان يبقى كل الفكره ان عدد بس دولت هيزيد. ده كده ماشي. ونفس الكلام يبقى السلكتور بتوع المالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر هيزيدوا يتناسبوا مع مين؟ لوج عدد الريجسترز. اوكي ماشي؟ طيب خلاص انا عرفت الكلام دوت، ودي تطبيقات حقيقيه على مين؟ على الكلام اللي احنا خدناه في اللوجيك، عمالين ناخد مسائل مالهاش لازمه في اللوجيك، هي اللوجيك اصلا مستخدمه في كده. اوكي ماشي؟ طيب عندي يا شباب الكاش ميموري بقى يا باشمهندسين موجوده فين؟ موجوده هنا. مش انتوا خدتوا في شابتر الكاش، الكاش واصله ما بين مين ومين؟ السي بي يو والميموري. واصله بايه بالسي بي يو؟ من خلال اللوكال باس. اهو يا فندم اللوكال باس جوه السي بي يو، اللوكال باس، وبالتالي الكاش جوه السي بي يو. امسك المذر بورد بتاعت اللاب توب بتاعك ولا بتاع البيرسونال كمبيوتر بتاعك، مش هتلاقي فيه اي سي اسمه كاش ميموري، لانه في الواقع هو انتجريتد سيركت جوه الانتجريتد سيركت بتاعت البروسيسور. يبقى هو اون تشيب، هو تشيبايه موجوده جوه البروسيسور نفسه. ده كده ماشي. ويبقى عندي يا باشمهندسين فين؟ الكاش بتاعتي موجوده هنا، بنقل منها ايه في المره؟ بنقل منها وورد. لا مش واصله بالام ار والام بي ار، دي المفاجاه بتاعتنا بتاعت النهارده. صح ماشي؟ طيب هي واصله بالكاش مباشره، امال واصله؟ ما هو عشان كده انت مش فاهم الرايت الوكيت والنو رايت الوكيت. لو قعدت أدن في ودانك يعني ايه رايت الوكيت ونو رايت الوكيت وريد الوكيت ونو رايت ونو ريد الوكيت، مش هتفهم حاجه. دي هتفهمها لك النهارده، اصبر عشان تفهمها. اوكي ماشي. يبقى عندي يا شباب، طب ازاي بتنقل من الميموري لو حصل لا قدر الله مس؟ ليه بيقول لك الكاش سرعتها نفس سرعه البروسيسور؟ لانها جوه البروسيسور. انت عايز تنقل، بتنقل بسرعه اللوكال باس، هي سرعه البروسيسور، فبتنقل بنفس سرعه البروسيسور بالظبط. طيب لو لا قدر الله ما لقيتش الداتا بتاعتي يبقى بعمل ايه؟ يبقى يحصل مس. فانا محتاج اعمل ايه؟ اخد الداتا من الميموري. بتاخدها من الميموري ازاي؟ بطلع الادرس بتاعي من خلال الام ار، فده الادرس، بطلع وادخل الداتا حسب الدايركشن بتاعك، يبقى ده الداتا. ويبقى في عندي داتا سيجنال اسمها الكنترول اللي هي ريد ولا رايت. دولت كلهم رايحين فين؟ رايحين على السيستم باص. اللي واصل واخد الادرس بتاعي دوت مدخله على الديكودر بتاع الميموري، يبقى الديكودر دوت مطلع لي سيجنال لكل وورد. ده الهاردوير حقيقي، عشان كده مفيش حاجه اسمها بخزن عنوان. انا مش شاري ميموري عشان احجز نصها العناوين، العناوين ما بتتخزنش. عناوين الميموري بنتعامل معاها لانها هاردوير، باخده من الانيبل بتاع الديكودر. اوكي ماشي. ويبقى بوصل ده مباشره بمين؟ يبقى انا عرفت ان هنا في ديكودر، ووصل دوت على مين؟ على الميموري بتاعتي. فدي كلها ميموري لوكيشن. طيب ايه موضوع الالوكيشن اللي هو رايت الوكيت ونو رايت الوكيت؟ لو انت يا باشمهندس في لحظه من اللحظات بقت مس، دور هنا ما لقاهاش، بيعمل ايه؟ في تو استراتيجي. يقول لك
هتنقل تاخد طبعا خلاص اتفقنا هيروح للام بي ار وياخد الداتا من الميموري صح ولا لا؟ هل هتاخد الداتا من الميموري وخلاص مش هتعمل ريد ده اللي هو الريد الوكيت ونو ريد الوكيت ومش هتدي نسخه منها للكاش ولا لا؟ لو هتدي نسخه منها للكاش يبقى لازم الباص ده يكون واصل بالباص ده. ليه؟ علشان لو ما لقاش الحاجه في الكاش يبقى الميموري تطلع نسخه للام بي ار وتطلع نسخه كمان لمين؟ للكاش. كده ماشي؟ طيب طب لو ما فيش التوصيله ديت يبقى نو الوكيشن. لو ما لقاش حاجه في الكاش هيروح يجيبها من الميموري ومش هيعمل نسخه منها لمين؟ للكاش. ده الريد الوكيت والنو ريد الوكيت. فلو عملت نسخه منها في الميموري يبقى انا بعمل ريد الوكيت بقرا من الميموري وفي نفس الوقت في نفس اللحظه بخزن كمان في الكاش. طب لو ما عملتش التوصيله ديت يبقى نو ريد الوكيت، ما بعملش نسخه منها في الميموري. فانت الحاجه بتغيرها في الكاش وخلاص. فدي عيبها ايه؟ ان لو عزتها كمان مره هترجع مس تاني، ما انت مش عملت نسخه منها في الكاش. فهتفضل الحاجه اللي مس هتفضل طول عمرها مس. ما اعتقدش ان دي انتوا كنتوا فاهمينها كده، عارف ان انتوا فاهمينها غلط. هو ده الالوكيشن بتاع الريد الوكيت والنو ريد الوكيت. امال ايه الرايت الوكيت والنو رايت الوكيت؟ الرايت الوكيت لو حاجه يا باشمهندس اتغيرت في الكاش. ده كده ماشي؟ هل دي يا باشمهندس هتروح تاخدها تغيرها في الميموري ولا لما تطلعها تبقى تغيرها؟ موضوع الرايت بولس ده كده ماشي؟ اللي هي رايت ثرو رايت باك ده كده ماشي؟ فانا عندي لو الحاجه اتغيرت عايز تغيرها في الميموري مباشره من غير ما تعطل السي بي يو. فالسي بي يو بيتعامل مع النكست بلوك والنكست وورد عادي خالص، وفي نفس اللحظه الكاش عماله تقول للميموري غيريها، فيبقى في توصيله برضو اهي، ويبقى دي كده رايت الوكيشن. اوكي ماشي؟ طيب لو التوصيله دي مش موجوده يبقى نو رايت الوكيت. يبقى عندك لو حاجه اتغيرت هنا لازم تعدي السكه الطويله ديت، يبقى تعدي جوه البروسيسور بعدين البروسيسور ياخدها وهو اللي يوديها للميموري. ده كده ماشي؟ فيبقى زمن الكاش زائد زمن الميموري. ده لو نو رايت الوكيت. لكن لو رايت الوكيت هيبقى زمن مين؟ زمن الميموري بس. كاش ايه يا ابني؟ كاش ملهاش دعوه، ده مش هيت ومس. يبقى عندي ايه؟ هاخد بس انقل على طول من الكاش للميموري، فزمن البطيء فيهم يبقى زمن الميموري بس. فهمتوها لسه؟ اوكي ماشي؟ يبقى ده كده بالنسبه للالوكيشن اللي هي اتشرحت، انا عارف اتشرحت ازاي، اوكي ماشي؟ فكده انتوا فاهمينها، اوكي ماشي؟ طيب، ويبقى ده كده الشكل الحقيقي لو جبت ماذر بورد وفكيتها وقعدت تبص عليها، ده الشكل الحقيقي، انا مش بشرح لك حاجة. ده هو ده اللي موجود دلوقتي في الموبايل وموجود في البيرسونال كمبيوتر وموجود في السيرفر وموجود في اي حاجه في الدنيا، هو ده الشكل الحقيقي بتاعت مين؟ هاردوير بتاعي. طب لو قلت لك كور اي 3 يعني ايه؟ ما هو ما ينفعش يبقى في تكنولوجي كور اي 7 واحنا بنشرح البنتيوم. هيبقى عندي ايه؟ لو كور اي 7 يبقى عندك 8 من ده، فيبقى عندي 8 كور بس هو بروسيسور واحد. هو فين البروسيسور؟ انا لسه ما رسمتوش. انا بضحك يا باشمهندس ده كله بروسيسور. لا، هو مين اللي بيقول ده يشتغل وده يطفي؟ ايوه، في عندي حاجه مهمه جدا اسمها الكنترول يونت. كده ماشي؟ ويبقى عندي يا شباب الكنترول يونت دي هي اللي داخل لها الكلوك. وطبعا عارفين ان دي ريجسترات وبالتالي هي سنكرونس ستيت ماشين زي ما خدناها في اللوجيك، فكلهم داخل لهم نفس الكلوك. كده ماشي؟ فعندي يا شباب دي هي اللي بتطلع كل الكنترول سيجنال. ويبقى بالتالي لو انت يا باشمهندس عايز تحط مليون واحده من دي مش 10 حط. ليه؟ لان هي دي اللي هتقول لك عندي كنترول يونت واحده بس، فهو عندي بروسيسور واحد بس وكذا كور، اوكي ماشي، وميموري واحده بس والكذا كور بيتواصلوا مع بعض وبيتواصلوا مع الميموري من خلال الكنترول يونت. فعندي مهما عاد كتر عدد الكور عندي كنترول يونت واحده. طب ليه مش عملوا كور اي 13 وكور اي 20؟ ليه ما عملوش الارقام ديت؟ لان هو كل ما تزود ده ايه اللي بيزيد يا شباب؟ مش مهم التوصيلات. خليجي عايز يعمل جهاز، ما هم بيعملوا عربيات من ذهب وبتاع مش فارق معاهم، عايز يعمل جهاز، ده كده ماشي؟ مش فارق معاه الفلوس.
هيحصل حس فيزود حرارة، طب كان ماشي هيحصل لي ان انا في لحظة من اللحظات الزيادة هيبقى ملهاش لازمة. البروسيسور بيرفورمانس رسمته كده. فاحنا بالكور اي 7 وصلنا للنقطة دي، فلو زودت لك مش هستفاد حاجة، حصل ستيدي ستيت خلاص، انتوا دارسين كنترول عارفين خلاص السيستم استقر باقل معدل ايرور واعلى بيرفورمانس. فاي زيادة هتعملها انت بتعمل ايه؟ بتزود فلوس بدون اي زيادة في البرفورمانس. ليه؟ انا مش هقدر احط لك ده جنب ده، اشرح لكم بطريقة بسيطة. ليه مش هقدر اخلي ده جنب ده؟ لان عندي ما ينفعش يا باشمهندسين اجيب من الذاكرة احط في الام بي ار الا لما اعرف هجيب منين، صح ولا لا؟ فانا ده في داتا ديبندنسي، لازم اعرف العنوان عشان اجيب لك الداتا الصح او الامر الصح. يبقى ده مستحيل لو اتشقلبت، لو جبت الدنيا كلها وحطيتها 500,000 كور في النهايه تاخد برضو 2 سايكل. فالبرفورمانس بتاعي ثابت لغايه هنا. فعشان كده مش قادرين يطوروا عن كور اي 7. عمالين بقول لك ايه؟ جائزه اللي هي التيورينج، لو حد يسمع عن جائزه تيورينج دي نوبل بتاعت حاسبات. ماشي؟ فتيورينج ده بقول لك اللي هيعرف يعمل كور اي 9 هياخد جائزه تيورينج على طول. العلماء عمالين يتشقلبوا ومش عارفين. ومش حدش هيوصل، محدش هيوصل. واحد هندي نزل كور اي 13 الجهاز بتاعه لسه بيشغله راح مهنج، مش حاجه. ليه؟ ما هو ملوش لازمه، يعني هنج يعني زود حراره وما استفدناش حاجه. مش موضوعنا، مش عايزين اسئله جانبيه، عايزين ننجح. احنا العمليه متلصمه، عايزين ننجح، الكلام ده خليه للترم الثاني. عندنا 8 من ده. بس واحده بس. وبالتالي واحدة بس. تمام؟ طيب. بس يا شباب عايزين ننجح، انتوا فهمتوا قوي فقلت خلاص يا عم اسكت. خليها للترم الثاني، هنقعد مع بعض حكاوي، هنعمل سكشنين ثلاثة في الأسبوع مفيش مشكلة. بس خلينا بس ايه ننجح الأول. لا تيجي الترم الثاني فرحان وبتاع وشايل الأورجنايزيشن، تخيل؟ مصيبة سودة. حاسبات وشيل الأورجنايزيشن، يشيل المادة بتاعت خصمه. يعني انت اي ماده تانية الترم الاولاني على فكره عادي، ما عدا لو انت شلت اورجانيزيشن يبقى مكانك مش هنا، هو ده ماده القسم بتاعنا. طيب عايزين يا شباب نعمل الان دايركت سايكل. هو عشان اطلع الكنترول سيجنال دي مش لازم اكون عارف الامر اللي عليه الدور او اللي انا بنفذه دلوقتي مين، صح ولا لا؟ كنا رسمنا رسمه عبيطه زمان في التوب ليفل فيو لما قلنا ان انا عندي مين الاي ار، بروح واخد الاوب كود موصله بالكنترول يونت، صح ولا لا؟ بوصله بالكنترول يونت ليه؟ عشان اعمل انستراكشن دي كود اللي عمل التجربه بتاعتي. لكن ماشي اللي عملها لكن ماشي. يبقى ايه في خطوه للديكود؟ الخطوه دي بتعمل ايه؟ بتاخد الاوب كود، تاخد الرقم اللي موجود وتحوله لسيجنال. ايه السيجنال ديت؟ اللي هم دولت. تقدر تطلع لك بقى في السايكل رقم 1 هعمل لك دي، في السايكل رقم 2 هعمل دي، في السايكل رقم 3 هعمل دي، خلص دولت ينقل، السايكل رقم 4 اعمل اللي هنا، خلص دولت انقل، وهكذا. لكن ماشي؟ يبقى عندي كان ايه؟ كان الديكود ده اهم حاجه اللي ما اتكلمناش عليه خلاص في المنهج ده اهم خطوه بعد الفيتش او اخر خطوه في الفيتش. بس ليه ما بكتبهاش كخطوه؟ لان الديكود بيتم بهاردوير، ما بيتمش بكنترول سيجنال او مايكرو انستراكشن او مايكرو اوبريشن، ده هاردوير. بيبقى عندي انستراكشن انتربريتر اللي موجود في شابتر التوب ليفل، يدخل له الاوب كود يروح مترجم على طول الاوبريشن بتاعتي. لكن ماشي؟ طيب انا عندي دلوقتي يا شباب عايز اعرف، يبقى بالتالي كده اكيد مليون في الميه الاوب كود بتاعي سواء 1 اوبراند او 2 اوبراند او 0 اوبراند او 3 اوبراند دايما هاخد الاوب كود. لكن ماشي؟ فهروح واخده ومديه للكنترول يونت. علشان تقدر يا باشمهندسين تطلع لي الكنترول سيجنال بالسيكونس او التايمنج الصحيح. لكن ماشي؟ عشان تقدر لو امر اد هعمل له اوبريشن غير امر سبتراكت غير امر هالت غير امر برانش، كل امر ليه كنترول سيجنال مختلف. اوكي ماشي؟ طيب. ومش بس بتاخد ده، بتاخد ايه كمان؟ في اكسترنال كنترول سيجنال بتجيلي من واحد كده هناخده الترم الثاني.
اللي هي الانبوت اوتبوت ديفايس. اتكلمنا عليها بسرعه بس ما فتحناش العلب بتاعتها، اوكي ماشي. بس انا عارف هو مين اللي بيسبب انتربت، الانبوت اوتبوت ديفايس. يبقى في عندي سيجنال اسمها انتربت. السيجنال بتاعتي دي هتجيلي سواء تجيلي من خلال السيستم بس لو اجهزه سريعه ينفع تتوصل عليه، او لو اجهزه بطيئه ما ينفعش تتوصل على السيستم بس. ليه؟ عشان هتعطل الميموري. الميموري هي اللي وصل على السيستم بس، يبقى اروح اوصلها على باص تاني اسمه الاكسبانشن باص او الانبوت اوتبوت باص، اوكي ماشي. وده اللي موجود في اخر شابتر التوب ليفل، وحاجات نظري هتيجي في الامتحان، اوكي ماشي. طيب يبقى عندي كده ايه، يبقى اروح موصل ده برضو واخده مديه مين للكنترول يونت. فبالاثنين سيجنال دولت، السيجنال دي هتعرفني هيحصل انتربت سايكل ولا لا، والسيجنال دي هتعرفني هيحصل ان دايركت ولا لا. لكن ماشي، مش بس كده، ده في سيجنال كمان. في عندي يا باشمهندسين لكل اوبرنت حسب عدد الاوبرنت بتاعتي، كنا خدنا في الشابتر اللي قبل ده في عندي ايه، ادريسنج مود بت، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ان في عندي ادريسنج مود بت بتبقى متضافه مع الاوبرنت علشان تعرفني انت انهي ادريسنج مود، صح ولا لا؟ طب دي واصله ازاي؟ دي برضو واخدها ومدخلها للكنترول يونت، بحيث لو زيرو زيرو يبقى اقول لك ده دايركت، فمش محتاج ان انا اعمل الان دايركت ادريسنج، فالخطوه دي مش هتتنفذ خالص، فمش هيطلع الكنترول سيجنال بتاعتها. طب لو كانت زيرو واحد لا، يقول لك يبقى ده ان دايركت، يبقى يفعل الخطوه دي، يبقى يطلع الكنترول سيجنال بتاعت الخطوه دي. فاهمين انا بقول ايه ولا لا؟ اوكي ماشي؟ تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ عرفت السيجنال اللي داخله للكنترول يونت عشان تعرف تحدد لي انا في انهي خطوه وهنفذ ايه منهم. اوكي ماشي؟ طب لو لا قدر الله حصل ان الادريسنج مود يبقى ان انا اكون ان دايركت، دي حاجه وحشه بالنسبه للبروسيسور. هيزود له استبايه ملهاش لازمه. فلو حصل ان انا ان دايركت بيعمل ايه؟ ايوه، تعالوا كده نرسم الميموري. لو كان عندي مكان في الذاكره عنوانه 5 والقيمه اللي جواه 12، وفي مكان في الذاكره عنوانه 12 والقيمه اللي جواه 8، لو الامر بتاعي اللي جوه الاي ار كان مكتوب اد ولا سبتراكت ولا اي عفريت ومكتوب لي 5 بس الرقم اللي هنا 1، ده بيمثل الاندايركت. يعني الاسمبلي بتاع الامر دوت كان ماشي اللي هو مكتوب بالطريقه دي اد 5. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز في الواقع جهاز الكمبيوتر مش عايز ياخد اللي جوه ل 12، لا ده هو عايز يحول ده من اندايركت لدايركت. بعد ما اعدي على الخطوه دي قبل ما ابتدي اكسكيوشن يكون الاندايركت اوبريشن اتلغى بقى دايركت، فهو عايز يحول الامر من الصوره دي للصوره دي ويسيبه كده. فايه المفروض السايكل اللي تتعمل عشان انفذ الكلام دوت؟ يبقى انا مفروض هاخد الاي ار جزء الاوبرنت اعمل فيه ايه؟ هوديه للام اي ار عشان يخش جوه يجيب لي اللي جوه المكان ده ويوديه للام بي ار، بعدين ياخده من الام بي ار ويروح مرجعه تاني هنا. فحولت الامر من ان دايركت لدايركت، حولته من الصوره دي للصوره دي. اوكي ماشي؟ فهي دي الخطوات اللي بتتم. يبقى خطوات الان دايركت خطوات ثابته، انا بعمل ايه؟ بروح يا باشمهندسين اول خطوه بروح جايب الاي ار جزء الاوبرنت اروح موديه لمين؟ اروح موديه للام اي ار، بعدين اخد من الميموري اروح موديه للام بي ار، بعدين من الام بي ار اروح موديه فين؟ للاي ار جزء الاوبرنت برضو. ما هو الاي ار خلاص بقى مقسوم وليه كنترول سيجنال واصله بالاوب كود لوحده والاوبرنت لوحده، اوكي ماشي. فعندي الاي ار جزء الاوبرنت اهو، هروح نقله ليه. فهمتوا الخطوات ديت ولا لا؟ وعرفنا ان كده في الواقع انا عملت، في ناس فاكره ان الاندايركت ستيب
بعد ما نفذها الاوبراند فاليو بقت موجوده جوه السي بي يو. غلط، مش صح. بعد ما بتخلص السايكل دي كده بقى اللي موجود جوه السي بي يو ايه؟ الادرس بتاع الاوبراند. بس الادرس النهائي مش بوينتر، يعني مش هتخش تاني تدور على الادرس. فلو كان عندي الحركه دي كده هتعمل ايه؟ ايوه، يعني عايز تطلع من الامر دوت في النهايه توصل للصوره دي. فهيعمل ايه؟ هيروح منفذ ده مرتين، فيبقى عنده تو سايكل ورا بعضهم اندايركت سايكل. فلو نفذ ده مرتين هيحصل اللي هو عايزه. عملت كده سيستماتيك للجهاز ولا لا؟ عملت كلاسيفيكيشن ولا لا؟ عملت كلاسيفيكيشن ليه؟ ما انت عندك ده بياخد 3 سايكل وده بقى زيه 3 سايكل. طب عايز تكرر ده 100 مره كررها، بس في النهايه كل مره بتاخد 3 سايكل. يعني ايه عدد البيتس مش يبقى انت فاشل، عامل ديزاين لجهاز الكمبيوتر غلط. محدش ياخد منك حاجه بعد كده، لان انا بعمل ديزاين للاي ار جزء الاوبراند بحيث يكفي الادرس بتاع الميموري، او على الاقل يكفي جزء كبير منها. انت بتقول لو الرقم اللي هنا ما يقدرش يوصل لجميع عناوين الميموري، واي نوت، ايه المشكله؟ ما انا عامل الحته اللي تحت للاستاك وهخلي اللي فوق الاستاك للاوبراند فاليو لو عندي المعامل اميديت، ويبقى على قد الحته اللي فوق ديت هي اللي بتتعامل مع الاندايركت ادريسنج فقط. وده موجود في السلايدز، احد عيوب الاندايركت ادريسنج. ايه هي عيوب الاندايركت ادريسنج؟ لما انا شرحتها هنا بس في الدور الخامس لو انتوا فاكرين بتوع اتصالات، قلت لكم ايه عيوب الاندايركت ادريسنج؟ كان ماشي. عيوب الاندايركت ادريسنج ان انا عندك يا باشمهندس ما بقدرش اوصل لكل الميموري لوكيشن. طب ايه مميزاته؟ ان كبر لي الاوبراند فاليو، خلى قيمه الاوبراند فاليو كبيره. ما اعتقدش الدكاتره تسال في الاسئله دي، انا عارف. تمام كده ماشي، بس لو بقيت دكتور انا هسال. ماشي؟ طيب يبقى عندك يا شباب ايه؟ فانا عندي يا باشمهندسين خلاص عرفنا كده ان انا مستحيل الحاله اللي انت بتقولها دي تحصل، والا يبقى انت بتعمل ديزاين مش عارف انت بتعمل ايه. يبقى انا لازم اخلي عندي الجزء اللي هنا يكفي ان انا اقدر اوصل لمكان كافي ان انا اخزن فيه اندايركت، فعدد لوكيشن كفايه. مش تقول لك يبقى ده 2 بت، ف 2 بت يعني هتوصل لايه؟ 4 لوكيشن بس، فمش هينفع. مش لازم. سؤاله هنا على فكره، على فكره سؤاله حلو جدا، لو الناس فاهمه السؤال سؤاله مهم وحلو، يا نم على ان هو فاهم كويس. ماشي؟ السؤال ايه يا باشمهندسين؟ بيقول لي هو لازم العنوان ده يغطي اماكن الذاكره كلها؟ لا، مش لازم. مش لازم لما تستخدم اندايركت ادريسنج ان العنوان بتاعك يكون اي مكان، البوينتر مش لازم يكون البوينتر يتخزن في اي مكان في الذاكره. ممكن يتخزن في حته بس من اللي فوق. وده اللي اتسال فيه في اساينمنت 3، مش انتوا خدتوا اساينمنت 3 حاسبات؟ خدتوا ولا لا؟ ما خدتوش اساينمنت 3 حاسبات؟ ما خدتوش اساينمنتات خالص؟ ده الاساينمنت، ده الاساينمنت 3 بتاع اتصالات اللي هينزل لكم لسه ولا نزل؟ خلاص ماشي، هقول مش عايزينه؟ خلاص مش هينزل، هقول له ما ينزلوش، أنا مسيطر. مش عايزينه؟ مش عايزينه؟ مين اللي من اتصالات عايز اساينمنت؟ يرفع ايده.